مصطلح الاقتصاد اولا، الحداثه الراسماليه افرغت المعنى الحقيقي للاقتصاد من خلال التحكم والاحتكارات من قبل السلطه عن طريق الدوله القوميه والراسمال المالي، واوصلت المجتمعات الى حاله الازمات الدائمه، وخلقت طوابير من العاطلين عن العمل لكي نتعرف على حقيقه الاقتصاد. يقول القائد: هو النشاط البشري ويشمل الانتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك السلع والخدمات، وبانها الاقتصاديه المجتمعيه والاحتياجات الماديه للمجتمع. نسات چه اساسی دیما گرد غیر به همه بکور به جیان خبر دوام بکر جبو تأمین احتیاجات یومیه للانسان لأما اقتصاد بوری عم ببین زهنی رأسمالیه التحكم والتملك من اجل الربح الاعظمي، يعني دائما ماده اساسه امل كلك ومعنويات سنايا. كان بنوخ جبوكا خدا بيبر بقرن وتاي ابوري بجبوكا وري نوسكرن. شو عم كان بنسراس بيني كنندر وتاي ابوري دا تشيبكن و بي خالي بدن دست بيتر بنوخ جبوكا.